أمام مقر مجلس النواب يقف العشرات من الأردنيين احتجاجاً على تعديل قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل ومخاوف الطبقة العمالية في مظاهر الاحتقان الاجتماعي الذي يجتاح البلاد منذ سنوات. العامل الأردني ما طلع طالب بحقه إلا لما يكون في نقصان، فأول عن آخر نتمنى إنه والله العظيم الظلم بالحقوق العمالية إنه يستشف كله في السنة الجديدة، إنه ما يظل ولا أي مطلب عمالي يطالب إنه هذا حق إلي ومكتسب وضايع عني. غليان عمالي، فقام منه تعطل ركائز الاقتصاد الأردني على مدار العامين الماضيين بفعل جائحة كورونا، ما حرم الكثير من الأردنيين من تلقي رواتبهم وحتى التسريح من العمل. الأردنيين يمكن البطالة هي الهم الأول بالنسبة لنا، إيجاد فرصة عمل هي الهاجس بشكل يعني بشكل صراحة هاجس كبير لنا، حتى أنا شخصيا بشكل هاجس لي. وضعية اقتصادية حرجة طالت حتى السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد المملكة الهاشمية. الأمور اللي تتحسن للبلد سياحياً اقتصادياً، والمخاوف أنه نرجع نسكر، المخاوف أنه نرجع نسكر لأنه الدول الأجنبية كلها اللي حوالينا تقريباً كلها عم تسكر. مظاهر الركود الاقتصادي بادية في كل زوايا ربوع العاصمة الأردنية وكبرى مدنها، فالتذمر الاجتماعي شعور يتقاسمه الكثير من الأردنيين الذين يرون الهجرة الفرصة الوحيدة للخلاص أمامهم. التفكير في الهجرة هو الخيار الوحيد الآن في هذا الزمن بسبب قلة الوظائف، الرواتب القليلة، يعني الحد الأدنى للفقر بالأردن 1000 دينار، 1000 دينار الآن راتب المواطن الأردني 300-400 دينار، يعني ما بيبدأ الشهر ولا راتب خالص. وتسببت موجة كورونا المتتالية في خسائر اقتصادية وصفتها الحكومة الأردنية بغير المسبوقة بعد تسجيل انكماش بنحو 1.6% في العام المنتهي، ودون استبعاد أن تمتد حالة الركود الاقتصادي المعمم للعام الجديد.